السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم باشمهندس طارق زين. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله نشرح اللوب. واللوب نوعين، عندنا الوايد لوب والفول لوب. مفيش دوايل في البايثون، البايثون مفيش غير نوعين بس من اللوب، الوايد لوب والفول لوب. هناخد مع بعض أول حاجة الوايد لوب. والهاش اللي هي الشباك اللي هي كومنت يعني، خلاص. الوايل لوب بقى، فاكرين اللوب اللي بيحصل في الوايل لوب اللي بيحصل في السي بلس بلس هو اللي بيحصل في البايثون، ما اختلفش شويه، حاجات بسيطه. بيبدا بالانشياليز، يبقى الاي بتساوي واحد، طبعا مش حط الداتا تايب، الداتا تايب احنا قلنا ان هي معروفه. بعد كده نحط الوايل، نحط الكونديشن بتاعنا، وان الكونديشن بتاعنا ان الاي اصغر من او تساوي مثلا 10، نكتبهم في بعض هنا. ولازم طالما حاجه هتبقى تيجي تحت الوايل يبقى تيجي بايه؟ بسبيس ايه؟ بشويه. هطبع ايه؟ هطبع كلمه برنت مثلا، واحط كلمه هلو مثلا، او كلمه ويلكم. ولو عايز اطبع جنب ويلكم دي الاندكس بتاعها، اما انا حطيت قوسين كده اقول دوت فورمات مين؟ خلي بالك ان هنا دوت فورمات الاي. وبعد البرنت تعمل ايه بقى؟ تعمل الاي بلس بلس، اللي مفيش هنا اي بلس بلس، فتعمل اي بلس ايكوال 1، او اي بال اي ايكوال اي بلس 1، تمام. وكده البرنامج بتاعك خلص. نرن الكود، مفيش كود بقى بيفتح بين لوب وكود سقفل بين لوب والكلام ده. كده الكود خلص اهو، شايفين تحت كده ويلكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. نفترض بقى اللي انا عايز الاي تتبع، فاكرين بقى تتبع بشكل معين، يعني مثلا عايز الارقام الزوجيه بس. الارقام الزوجيه يبقى اجي عند الفايل هنا، خلي بالك بقى انت هتطبع لنا الارقام الزوجيه، يبقى انت هنا تبقى ايه مثلا اي بتساوي كل اي، عشان تيجي زوجيه يبقى اف ستيتمنت هنا كده ان الاي بتاعتي مو بلس، ممتاز جدا، 2 ايكوال ايكوال 0، نقطتين في بعض. ساعتها بقى ايه الكود ده؟ هيجي كده عشان ده هيبقى تبع مين؟ هيبقى تبع الاف ستيتمنت. هو لحظه بقى، البرنتايه دي تبع الاف ستيتمنت، ولكن الزياده هتبقى تبع الواي. تيجي هنا واخدين بالكم من النقطه دي كويس؟ يعني انا مثلا الاف ستيتمنت اف ان الاي مودلس 2 ايكوال ايكوال 0، ترو، اطبع لي ده، بعد ما يطبع ده يخرج من الاف ستيتمنت، يعني يرجع ورا وتنزل الانكريمنت تحت مين؟ تحت الواي بمحاذاه كده، اللي هي السبيس بتاعها دي. فالسبيس ده يجي للواي، ولكن السبيس الكبير ده يجي للاف ستيتمنت. بتعرف منين؟ بعرف عن طريق ايه؟ ان انا مثلا ادي الكود بتاعي اهو كده، ادي الاف، لما اعمل انتر فيديني مسافه ان الكود اللي انا هكتبه تحت الاف، وارجع ورا اقول له خلي بالك ان الزياده دي تبع اللوب. كده يطلع لي ايه؟ الارقام الزوجيه، شايفين؟ 2 4 6 8 10. طب انا عايز ادخل دي جوه، ما هو كده مش هيبقى فيه زياده يا باشا، وكده بالتالي مش هيبقى فيه برنامج اصلا. فين الرن؟ ماشي، اطبع لي الاي، اطبعها لي. طب فين اللوب؟ هيخرج بره ازاي ولا هيعمل ايه؟ مفيش. فلازم ارجع دي تبقى تحت الايه؟ تحت الاف، ويبقوا ايه كده يبقى. لو انا عايز الاود يبقى بدل الواحد، طب بدل زيرو تبقى واحد. لو انا عايز اجمع الارقام الزوجيه بس، هنقول له اعمل لي سم بتساوي سم بلس اي، بعد كده يعمل زياده، يفضل بقى كل مره يطبع لي. بعد ما يخلص بقى، بعد ما يخلص خالص لفاته ارجع ورا، البرنتات دي بتتبع لما يخلص اللفات بتاعته كلها. اقول له بعد اذنك ذا سم از ايكوال دوت فورمات سم، شايفين؟ لحظة
هو جايب لي ايرور. اه بيقول لي انت مش عامل انشيالايز للسم، يعني انت السم دي هتتجمع بايه، يعني لازم تديها انشيالايز، فاديها انشيالايز بصفر. اهو ده سم از ايكوال ايه 30، اللي هي 2 4 6 8 10 اجمعهم يديك 30. عايز تشوف في كل مره ايه اللي بيحصل، هات البرنتايه دي دخلها جوه. يجيب لك كل مره اللي بيحصل، كانت بصفر بعد كده 2 و2 بقت 2 و0 2 و2 4 6 تمام، وهكذا. فجأة في كل مره يجيب لك العمليه بتاعتك اللي بيحصل. لو انت عايز بقى يجيب لك الخطوات بتاعتك من اول مثلا، وكل خطوه يطلع لك انا اهو، مفيش اي مشكله برضه. شايفين 2 6 12 20 30 وكده بيبقى افضل حل، يعني اللي هو بعد ما يعني بعد ما يجمع يطبع وبعد كده يزود، يجمع يطبع يزود، يجمع يطبع يزود، وهكذا. لو احنا عايزين ايه تاني ممكن نعمله، لو انا عايز اطبع الافريج بتاع الارقام الزوجيه، يبقى انا لازم ازود حاجتين هنا، ازود حاجه اسمها كاونت بصفر، وازود حاجه اسمها الافريج هو كمان بصفر. واجي اقول له بقى يا عم الحاج هنا خلي بالك بقى، بعد ما تيجي تجمع خلي لي الكاونت ده اللي انا عامله متغير، زود لي عليه واحد. بعد ما تزود عليه واحد هبقى دي كده يحصل، هل الرقم اللي هيدخل ده اقل من 10؟ ترو، ادخل جوه. الرقم ده هيبقى زوجي لو ترو اجمعه لي، بعد ما يجمعه لي لو هو زوجي زود لي واحد في الكاونت، ماشي، يبقى في رقم زوجي دخل. لو في رقم فردي دخل مش هيخش في الاف ستيتمنت، فساعتها مش هيزود الكاونت. فساعتها بقى لما اجي اعمل المعادله بتاعتي اقول بقى ايه؟ اقول بقى يا باشا برنتايه كده، ممكن ارجع ورا بس كده معلش، اخد البرنتايه دي واحطها تحت، اقول بقى خلي بالك كده وكده، بس اقول له بقى خلي بالك ان الافريج بتاعك بيساوي السم على الثلاثه. قول له بقى خلي بالك بقى انت هتطبع هنا السم وهتطبع هنا الايه الافريج كده، قول له ايه اطبع الافريج ساعتها بقى لما اعمل رن فهو جاب لي 30. خلاص ده سم از ايكوال كام؟ 30، والافريج از ايكوال كام؟ 10. 10 لحظة في مشكلة كده، الكاونت بلس ايكوال واحد زود الكاونت واحد، لا ما يقسمليش على التلاتة، يقسم لي على الكاونت. خلاص ارن بقى الكود، لان 30 وهم خمس ارقام زوجية اللي هي 2 4 6 8 10، خمس ارقام، 30 على 5 يجيب لي 6 اهو. طب انت عرفت منين؟ عشان دخل ارقام واحد 10. طب انت ممكن تقسم على زي. لا انا اقسم على كام؟ على الكاونت. ليه؟ لان انا ممكن انا اللي كنترول على الارقام اللي هتدخل، انا اللي انبوت على الارقام اللي هتدخل، تمام؟ فعرفنا الفكره هنا. دي الوايل لوب. في مشكله في السنتكس بتاعها؟ اظن ان السنتكس بتاعها سهل ومعروف بتاع. في بقى برنامج كده عايز اعمله بتاع النجوم اللي هو بتاع، فالنجوم بتتعمل ازاي في البايثون؟ معادله بسيطه بتتكتب في سطر واحد، خلاص؟ اعمل هنا برنتايه تتباع لي يا سيدي، تمام؟ ادي النجمه اللي هتتبع، فلو تطبعها هتضربها لي في الاول، يعني مره اضرب لي النجمه دي في واحد، بعد كده يضربها لي في اثنين، فلما يضربها لي في اثنين يعني احط لي نجمتين، يضربها لي في ثلاثه يعني احط لي ثلاث نجوم. بصوا خلي بالكم ان السطر ده عايز اوريكم هو هيرن ازاي، انا قلت لكم كده كده في اثنين، شوف اللي هيحصل. بصوا نجمتين ازاي، طب ثلاثة، بص اللي هيحصل تحت ثلاث نجوم. لو 10 بص 10 نجوم. فانا عشان كده بقول له ايه بقى، بص عشان كده بقول له خلي بالك بقى ان انت عندك وايل لوب. الوايل دي بقى لما تكون بواحد
خلي بالك انت عندك وايد لوب، الوايد لوب دي لما تكون الاي اصغر من يساوي 10 ترو، يخش جوه البرنامج هيضرب في الاي اللي هي ابن نجمه واحده اللي هي هتبقى بواحد، لان الانشراس في الاب واحد يبقى هتبقى نجمه، في اللفه الثانيه هتضرب في اثنين تبقى نجمتين وهكذا. فساعتها بس هعمل له ايه بقى؟ ارجع مش هرجع ورا، هعمل له ان الاي بلس ايكوال واحد، بما فيش هنا اي بلس بلس، واقول له بقى خلاص كده ايه انت كده البرنامج بتاعك ده. شايفين؟ اشتغل سطور. شايفين؟ شايفين؟ اه نجوم اهي. عايز تخليه العكس، ابدأ ب10، خليه الاي هي الاكبر من او يساوي الواحد، وخليه الاي ماينس ماينس كده يطلع لك النجوم بتاعتك بالعكس. شايفين؟ منتهى ببساطة ومنتهى السهولة. تمام؟ شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.